السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة قرعة دوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية للأندية الإيطالية 2023-2024. هذا ليس على أرضية الميدان. ننطلق الآن، الجميع يريد أن يكتشف الأسماء. سوف نكتشف الآن أول ناد يسحب في المرحلة الإقصائية دوري 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024. أول اسم يسحب هو FC بورتو. إذا سوف نبدأ مع نادي بورتو. فاز بنسخة 87 و2004. يمكن أن يواجهوا كل الخصوم إلا نادي برشلونة، إذ أنهم كانوا في نفس المجموعة في مرحلة المجموعات حسب آلية القرعة. إذا بالتأكيد بورتو، وهو آخر الفائزين من البرتغال بهذا اللقب سابقا، ولديهم بالتأكيد أكبر هداف في البطولة مع بيبي بالتأكيد، الذي امتد كذلك رقمه القياسي. وبورتو سوف يواجه أرسنال الإنجليزي، هذه لعبة نهائي في نسخة 2006-2007. نواصل جون الآن لنكتشف المباراة القادمة. أرسنال فاز بمبارياته، نمر الآن إلى نادي نابولي. ربع نهائي في النسخة الماضية، أفضل نتيجة لهم في تاريخهم. يمكن أن يواجهوا كل الأندية المتبقية باستثناء ريال مدريد لتواجدهم في نفس المجموعة بالتأكيد. إذا 6 خصوم ممكنة لنوبات نابولي الذي سجل 10 أهداف في مرحلة المجموعات، وكل الأهداف سجلت من لاعبين مختلفين. من سيواجه نابولي إذن؟ نادي برشلونة. نابولي أمام الفائز 5 مرات بالبطولة برشلونة هذه المرحلة الإقصائية بالتأكيد ستكون مثيرة. نمر إلى المباراة القادمة مع جون. بعد بورتو أرسنال ونابولي برشلونة، والآن بطل فرنسا باريس سان جيرمان الذي لعب النهائي في نسخة 2020. باريس سان جيرمان إذن يجب أن نقصي فقط بوروسيا دورتموند، بأنهم كانوا في نفس المجموعة وكل الأندية الأخرى متوفرة. في الموسم 12 التوالي يظهر فيه باريس سان جيرمان في مرحلة الإقصاء في دوري أبطال أوروبا. دعونا نكتشف اسم الخصم الذي سيواجه باريس سان جيرمان في دوري 16. ريال سوسيداد. باريس سان جيرمان سوف يواجه ريال سوسيداد، الذي يعود ريال سوسيداد إلى هذه المرحلة الإقصائية بعد 2004. نواصل مع نادي موالي جون. وريال سوسيداد بالتأكيد قوي جدا دفاعيا، قبل هدفين فقط في مرحلة المجموعات، الأقل من بين كل الأندية في مرحلة المجموعات في دوري الأبطال لهذا الموسم. نادي الموالي هو نادي الإنتر الإيطالي، إنتر ميلانو. لعب النهائي في النسخة الماضية. بالنسبة للإنتر 5 خيارات، كل شيء ممكن بالتأكيد. أنهوا مرحلة المجموعات دون خسارة للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 2004-2005 تحديدا، ولم يهزموا في آخر 8 مباريات على أرض ميدانهم. إذن الخصم لنادي إنتر ميلان الإيطالي سيكون أتلتيكو مدريد. لعب النهائي 3 مرات أتلتيكو مدريد، و9 مرات مشارك في مرحلة دوري 16. 17 هدفا مسجل في مرحلة المجموعات، جيد جدا بالتأكيد. وبالتأكيد هذا يرتبط بهدفيهما بالتأكيد موراتا وغريزمان. الآن نمر إلى هولندا مع نادي بيزفي ايندهوفن، الفائز بنسخة 88 في البطولة. لدينا 3 احتمالات فقط لبيزفي ايندهوفن
سواء بايرن ميونخ وروسيا دورتموند او مانشستر سيتي. بروسيا دورتموند وسيكون الخصم بروسيا دورتموند في مواجهة بي اس في ايندوفن. بروسيا فاز بالبطولة في نسخة 97 بالتأكيد. لاتسيو. And this is now Lazio. الآن نمر إلى نادي لاتسيو. Finalists in 2000. بلغ ربع النهائي في نسخة 2000. لاتسيو يمكن أن يواجه ناديا وحيدا فقط وهو بايرن ميونخ. إذا لاتسيو سوف يواجه الفائز 6 مرات بالبطولة البايرن. هذا يعني بأنه تبقى مباراتين فقط. سنكتشفهما الآن مع جون. نبدأ بالاسم الأول. الآن كوبنهاغن العائد إلى دوري 16 بعد 2011 في المشاركة الأخيرة في هذا الدور. كوبنهاغن لديه احتمال وحيد فقط وهو حامل اللقب مانشستر سيتي. إذا كوبنهاغن يواجه الفائز في النسخة الماضية ويتبقى لنا مباراة واحدة فقط. جون الاسم الأخير للتأكيد فقط للمباراة الأخيرة. بالتأكيد هنا صاحب المركز الثاني في مجموعته وبالتأكيد لايبزيغ شارك في ربع النهائي في نسخة 2020. وبالنسبة للايبزيغ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك قرعة لأن هناك نادي فقط متبقي وهو نادي ريال مدريد وهذا ينهي القرعة لدوري 16 لدوري أبطال أوروبا. ويا لها من مباريات. شكرا لكم أيها السادة. دعونا نلقي نظرة الآن على نتيجة هذه القرعة مرورا بكل المباريات. بورتو يواجه أرسنال، نابولي يواجه برشلونة، باريس سان جيرمان سيواجه ريال سوسيداد، نادي الإنتر الإيطالي يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني، بي اس في أيندهوفن يواجه بوروسيا دورتموند، لاتسيو سيواجه بايرن ميونخ، وكوبنهاغن أمام مانشستر سيتي، أخيرا لايبزيغ أمام ريال مدريد. المباريات الأولى لدور 16 سوف يتم تحديد تاريخها 14 و15 والعشرين والواحد وعشرين من فبراير، ومباريات العودة في الخامس والسادس ثم الثاني عشر والثالث عشر من شهر مارس. يمكن إذن أن تحددوا رزنامتكم من الآن. هذا كل ما لدينا الآن في منزل الكرة الأوروبية هنا في نيون، متطلعون بالتأكيد لأكبر بطولة أندية في العالم بعد السنة الجديدة. شكرا لكم جميعا أيها السادة، إلى اللقاء.